بالنسبة لدوار خضوري هون ارتأت البلدية انه الدوار بحاجة الى اعادة تأهيل الزفتة هون، لانه بعض الشقوق مسطح، الارضية مسطحة كلها والزفتة كلها خربانة فيه، عشان مدخل الجامعة وطلاب المدارس، لانه قربت العام الدراسي على الابواب، وبحاجة انه احنا نعيد تأهيل الدوار ويكون في منظر حضاري للبلد. والبلدية عندها عدة مشاريع يعني قاعدة عشان عدة تأهيل شوارع داخل البلد والمدينة والضواحي.